يحرس بوابة غريبة ويمتلك سيف تنبعث منه ألسنة اللهب ويستطيع إبادة أي شيء مهما كان. حارس البوابة SCP-001 الفئة يوكليد كيتر. معكم خالد من قناة علم الأساطير ونبدأ في الفيديو. في الأساس SCP-001 هو اسم لمجموعة من الكيانات والمخلوقات والأشياء الغريبة مثل SCP-001 سكارلت كينج الملك القرمزي و SCP-001 The Black Moon القمر الأسود، ومن ضمنهم SCP-001 The Gate Guardian حارس البوابة. يوصف حارس البوابة SCP-001 بأنه مخلوق أو كيان ضخم بارتفاع يقارب 1000 قدم تقريبا، يمتلك أجنحة في أرجاء جسده، الظهر، الأكتاف، الكاحلين وحتى المعصمين، وحسب مراقبة الباحثين له تبلغ عدد أجنحته بين 2 إلى 108 جناح. يمتلك SCP-001 سكين أو سيف تنبعث منه النيران، وبحسب باحثي المنظمة أن حرارة السيف مساوية لدرجة حرارة الشمس المدمرة. وبالرغم من هذه الحرارة الفتاكة إلا أن الأشياء اللي حول SCP-001 ما تحترق من تأثير السيف. يتواجد SCP-001 في مكان مجهول بين نهري دجلة والفرات، وما توجد أي طريقة لاحتوائه وحجزه، ولكن تتم مراقبته من على بعد أكثر من 10 كيلومترات من موقع اسمه الموقع زيرو، اللي ما يعرف مكانه إلا كبار المسؤولين في المنظمة. وداخل الموقع زيرو يجب تواجد مشرف معتنق لإحدى الديانات الإبراهيمية اليهودية، المسيحية أو الإسلام. ولو قام SCP-001 بأي نشاط غير طبيعي يجب على المنظمة أنها تطبق نظام الطوارئ اللي يعرف باسم باتموس. ومن بنود نظام الطوارئ باتموس الحفاظ على علاقة جيدة بإحدى الديانات الإبراهيمية، وأن يكون في حوزتهم إحدى الرموز الدينية مثل ماء مقدس، صليب، مسبحة أو سجادة صلاة، وتكون عندهم أيضا نسخ من الكتب الإبراهيمية، وغير هذه إجراءات متعددة أخرى. سبب عدم قدرة المنظمة على احتواء أو حجز SCP-001 والاكتفاء بمراقبته من بعيد هو أن أي شيء يدخل في نطاق كيلومتر واحد منه يقوم بضربه بسيفه بسرعة هائلة جدا، ومن قوة الضربة والحرارة يتفتت المضروب إلى جزيئات ويتبخر مهما كان. والنتيجة هذه عرفتها المنظمة عن طريق أكثر من تجربة. ومن التجارب التجربة B, C, D و E. في التجربة B أرسلت المنظمة روبوت يتم التحكم فيه عن بعد. أول ما وصل الروبوت لمسافة 1 كيلومتر تبخر مباشرة، وهذا نتيجة لضربة SCP-001. في التجربة C تم إرسال 100 طائرة درون من اتجاهات مختلفة على أساس أنه لو ضرب مجموعة من الدرون المجموعة الباقية بتستطيع أنها تدخل داخل مسافة الكيلومتر الواحد، وبالفعل دخلت كل طائرات الدرون من اتجاهات مختلفة في نفس الوقت، ولكن تبخرت كلها عن بكرة أبيها في نفس اللحظة. وقال المراقبين من المنطقة زيرو أن SCP-001 أصاب جميع الطائرات 100 في نفس الوقت، وهذا من شدة سرعته الهائلة. في التجربة دي تم إطلاق صاروخ موجه من مسافة 3 كيلومترات، وأيضا أول ما وصل لمسافة كيلومتر تبخر، ولكن الغريب أن الأشخاص اللي أطلقوه من مسافة 3 كيلومترات اتعرف عليهم SCP-001 وقضى عليهم من بعد. ومن أكثر التجارب كارثية هي التجربة E واللي تم فيها استخدام غواصة نووية. أطلقت الغواصة صواريخ نووية متعددة نحو SCP-001، ولكنها كالعادة تم تدميرها وتبخيرها. ولكن بسبب هذا الهجوم النووي قرر SCP-001 أنه ينتقم، وقتل ما يقارب 35,000 شخص،
ويقول البعض أن صدمة الهجوم هي السبب في حدوث أمواج تسونامي في عام 2004. ونتائج هذه التجربة في هذاك الزمن أوشكت أنها تكشف المنظمة، ولكن المنظمة اداركت الأمر وتخلصت من أي شيء وأي أحد له علاقة بالخمسة وثلاثين شخص اللي ماتوا في هذه الحادثة، وأخفت كل الدلائل. وبسبب هذا الأمر منع أعضاء الأو فايف استخدام الأسلحة النووية في أي تجارب أخرى. خلف SCP-001 توجد بوابة عملاقة بحجمه، وهذا هو سبب تسميته بحارس البوابة، فهو ما يتزحزح عنها أبداً، ويبدو أنه بالفعل يقوم بحراستها. من خلال النظر لداخل البوابة من بعيد تم ملاحظة أن اللي بداخلها بستان كأنه من عالم آخر، جميل جداً ومليء بالأشجار والنباتات المذهلة، وتوجد بداخله مخلوقات شبيهة SCP-001. وفي منتصف البستان شجرتين بثمار مختلفة، شجرة فيها تفاح عادي، والشجرة الثانية يعتقد أنها شجرة الخلود. وأيضاً يعتقد أن هذه البوابة اللي يحرسها SCP-001 هي بوابة جنة عدن، كما هو مكتوب في النصوص البابلية القديمة ومخطوطات البحر الميت. ونحن كمسلمين طبعاً ما نؤمن بهذه الأمور. لدى SCP-001 القدرة على التخاطر العقلي، فأي إنسان يقترب من منطقته ما يبيده على طول. في البداية يرسل له رسالة تخاطرية ويقول ارحل وانسى، ولو انصاع أي شخص لهذه الأوامر بيغادر المكان وبينسى تواجد SCP-001 في هذا المكان، ولو ما انصاع لهذا الكلام وتقدم بيقضي عليه SCP-001. وهذا نفس ما حدث في التجربة A، لما قررت المنظمة انها ترسل احد افراد الكلاس دي وامرته بالاقتراب من موقع SCP-001. سمع كل المتواجدين في المنطقة داخل عقولهم كلمة ارحل، فتراجع فرد الكلاس دي على طول. وهو راجع افراد المنظمة القاعدين في المنطقة قاعدين يأمروه ويقولوا له لا تتراجع، اتقدم قدام، ولكنه ما نفذ اوامرهم فقتلوه. قتل فرد الكلاس دي يبدو أنه أغضب SCP-001، فقام بإبادة وحرق كل المشتركين في التجربة A عن بعد. قامت المنظمة باستخدام اثنين من SCPs في تجارب الاقتراب من SCP-001، وهم SCP-076 و-SCP-073. تجربة F كانت مع SCP-076، وهو محارب غامض من حضارة قديمة غير معروفة تم العثور عليه في تابوت حجري، وممكن نتكلم عنه في فيديو خاص فيه. أخبرتها المنظمة عن مهمة، ولكنه رفض قبل حتى ما يخبروه عن تفاصيل المهمة، وكأنه كان يعرف. ولما سألوه عن سبب الرفض قال لا فقط لا. والتجربة دي مع SCP-073 وهو رجل بأطراف معدنية، ما أخبرته المنظمة عن تفاصيل المهمة، ولما اقترب من SCP-001 أصابه الإغماء، وبعدها أمرت الإدارة العليا بإيقاف أي تجارب بيتم استخدام SCPs فيها، وترك SCP-001 في حالة. يعتقد أن سبب إنشاء منظمة SCP هو SCP-001، فالمؤسس الأول للمنظمة جاته رسالة في عقله تقول له استعد، وبعدها أسس المنظمة. ومن هذاك اليوم SCP-001 واقف في مكانه. ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وهذا الفيديو إهداء لمعرفة وتسلية كينج كونغ أند جودزيلا وزايد كينغ. وفي أمان الله.